كريم احمد معانا الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل، بنبارك لك ويمكن باركت لك في السكواش امبارح ومبارك لك كمان النهارده في كره السله، نتائج رائعه على الالعاب الاخرى والتتويج والتكريم بينعكس عليهم بشكل كبير، حابب تقول لكل البنات النهارده. حاجه هايله ما شاء الله، كان في مجهود يعني روح الفانيلا الحمراء هي اللي كانت ماشيه طول الاشواط، يعني حتى لما ساعات الجاب كان بيبقى قرب شويه بيننا وبين فريق الجزيره كان برضو كنا بنحس دايما بطلاتنا هم اللي ليهم الايد العليا، يعني فالحمد لله دايما زي كل البطولات دايما يكون احنا رقم واحد الحمد لله. يمكن التيم ده كمان مميز ان هو في الشباب وفي الخبره وفي كمان العناصر اللي طالعه من الناشئين، ودي حاجه مميزه جدا، لسه عندهم بطولات كتيره، وبناخد كلمه كابتن محمود الخطيب ان كل البطولات خلاص دخلت في التاريخ، اللي جاي هو اللي اصعب. وادام بنقول ناخد من كلمه كابتن محمود الخطيب زي اللي قاله امبارح برضه في الاسكواش، اللي هو اللي بيهمنا دايما هو الاخلاق ومبادئ النادي الاهلي اللي يكون مسيطره على فرقنا، وده لوحده بيجيب البطولات الحمد لله. رساله اخيره لكل البنات دي تحب تقول لهم على التتويج ده يا كابتن؟ الف مبروك وان شاء الله يحافظوا على ده، دايما هو الاول قدر ان هو يحافظ على كده ان شاء الله باستمرار ان شاء الله. شكرا، كل الشكر والتقدير.